بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، ان شاء الله تكونوا خير وصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسوي، واي اراء واي كومنتات اصحابي هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين اصحابي النهارده عاملين فيديو كرافت او اعاده تدوير، وهي عباره عن البوكسات بتاعه الفاكهه البلاستيكيه اللي بنشتري فيها الاكل، الفواكه والخضار، يعني في كتير منا ما بيستخدمهاش وبيرميها. النهارده عملنا لها اعاده تدوير، عملنا بيها المنظم او التربو، هذا شايفين في منتهى الشياكه، وكلها من اشياء كلها مش بنستخدمها. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو، اتمنى لكم فرجه ممتعه للفيديو. خلينا ننتقل للادوات وطريقه التحضير. عشان نسوي التربو اصحابي هيكون معايا ثلاثة هذه البوكسات البلاستيكية، هذه اللي بنجيب فيها الخضار والفاكهة من السوبر ماركت، موجودة طبعا وهتحصليها عند بتاع الخضار، بيرموها اصلا في الزبالة، فانا عندي ثلاثة منهم. وهذا اللي هو بيبقى الرول اللي بيبقى ملفوف عليه الفويل اللي بنستخدمه في الاكل، قطعت اربعة. وطبعا عندي هذا الستيكر موجود في المكتبات، وهذا الستيكر، وهنستخدم مسدس الشمع، وهستخدم الأغطية مالت الزجاجات البلاستيكية. بس أنا الحين عشان أعمل التربو هحط هذا كده، يعني خليني أنا هغلف هدونا الرولات وهغلف هدونا ونرجع نشوف الخطوة التانية مع بعض. الحين أصحابي مثل ما انتوا شايفين أنا غلفت الصناديق أهي من داخل ومن خارج، يا ريت أروها لكم أهي. فكرت بقى ان انا لزقهم كرجول الاغطيه من الزجاجات الميه، هحطها في الاربعه كده والصقهم بمسدس الشمع، واعمل بقى حركات عليهم بهذا كله بمسدس الشمع. هسويها ونرجع نشوف الشكل النهائي ماله. ورجعنا اصحابي، مثل ما انتم شايفين قفلت انا طبعا احنا غلفنا هذا، طبعا بقى هذه الاشياء الديكور يعني اي حاجه متوفره، وانا حطيت الحوامل من غطيان الزجاجات اهي مثل ما انتم شايفين، وكله بمسدس الشمع اهو اهو، وادي الطبقه اللي تحت، وعملت له ارجل برضو اهو بغطيان الازايز ملت الماي اهو. وشايفين صار معانا تربو او منظم. طبعا انتي هذا طبعا اللي هو بنغلف بيه الكتب والدفاتر مال الاولاد مال المدرسه، وهذا ستيكر من داخل، يعني انت تقدري تعمليه بالفوم، تقدري تعمليه باي، حتى لو قماش جينز عندك، بنطلون، اي ملابس قديمه مش محتاجاها، بس ما تكونش حاجات قطن، تكون حاجات على بوليستر، هتدي شكل ممتاز. يا رب الفكره تكون عجبتكم، ما تنسناش في الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.